كان في طفلتين من الأربعة المتواجدين طبعا بعد قصف هذه السيارة، كل اللي كان فيها مات، لكن تبقى طفلتين، وده كان آخر ما تبقى من أفراد هذه الأسرة داخل السيارة. وتدخلت الطفلة الكبرى وهي تدعى ليان، عندها 15 سنة، عشان تطلب النجدة من الهلال الأحمر. وأثناء تواصلها بتكلم الهلال الأحمر في التليفون، قتلتها أو قتلت عن طريق قوات الاحتلال الإسرائيلي. نسمع جزء بسيط من استغاثة هذه الطفلة، الطفلة ليان 15 سنة، لما قصفت العربية اللي كانت فيها ومات كل اللي موجودين في العربية ولم تتبقى غير ليان 15 سنة، وبتطلب النجدة من الهلال الأحمر. ألو، مرحبا عمو. ألو، مرحبا. أيوة تدخوا علينا، الدبابة جنبك. أنتوا متخبيين؟ في السيارة، احنا جنبين الدبابة. أنتوا جوا السيارة؟ ألو؟ ألو؟ هذه الاستغاثة سجلها الهلال الأحمر الفلسطيني وأذاعها للعالم أجمع بهذه الطفلة صاحبة ال 15 عام التي استنجدت بالهلال الأحمر، وأثناء الاتصال قصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي.